سيداتي آنساتي سادتي مساء الخير. يا أهلا وسهلا. أول شي حييكم المشاهدين. النهاردة هتبقى موضوع مع مقلوب. أنت قاعد على كرسي المذيع لأول مرة، أنا حسيتك بتحاور من زمان. أنا هاخد نفسي. زي ما بيقولوا باللبناني شغلة صعبة كتير. الله. أنا دوري الآن لتبادل المراكز معه. كل واحد مفروض يرجع ياخد مكانه. أنا بأوصيك تظل على هذا الكرسي ولا تغيره. قاعدة بتقول كده، من يملك السؤال يملك السكين. يا ماما. خلاص مش قادرة أبقى مذيع. إن شاء الله نكون كنا خفيف للجمهور. شكراً ألف شكر. شكراً. على كرسي المذيع الأحد فقط على دريم تيم في الأوقات التالية.